السلام عليكم اخواتي اخواني، مرحبا بكم معنا فيديو جديد فلوغ جديد من سيوات ليلى العميريه. الفيديو ديال اليوم غادي تمشيو معنا مقاوله رياض الالومنيوم بحد البراديه. مقاوله رياض للالومنيوم صراحه مقاوله رائعه وكبيره في حد البراديه، واللي صاحبها هو طريق الحرارقي. الله يوفقه، الله يسر لي الامور، الله يسر الجميع، العمال، المثروسات، التجاره، كل يعني البيع والسلع. الله يسر جميع مواد الموضوع ديال اليوم. غتمشيو معنا المحل او مقاولة رياض للالومنيوم، مطابخ، ابواب، يعني بلاكارات، كلشي، يعني اي حاجة بغيتوها غادي تلقاوها هنا. كاين لازونس ديال الصرف، يعني اللي ما يعرفش، حيت شحال مرة تلاحظ ما عارفينش انا كاين هنا لازونس خاصة بمالين الصرف. الله يسر الامور. المهم راه كاينة في هاد الشارع هنا ديال حي النهضة السنابيل، هنايا غادي تدخلو معنا مقاولة رياض للالومنيوم والإينوكس. مرحبا بكم عند مقاولة رياض. غادي نخليكم مع الفلوق مع مقاولة رياض بحد البراديه رفقي بن صالح بني ملال، قريبا من الطريق الرئيسي رقم 11. نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش لايك، ابوني، بارطاجيو، وصلوا على الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. الله يسر لجميع العمال وجميع الشباب اللي باغيين يخدموا وكيدمروا، الله يسر لهم الامور والله يوفقهم يا ربي، امين. تحركوا وترزقوا، الله يحفظ الجميع والله يبارك لكل واحد في العمل ديالو. ومسيره موفقه باذن الله الاخ طارق، الله يحفظه ويشتهل كل خير. مسيره موفقه لي والله يبارك لي في الاسره ديالو. نخليكم مع الشباب صور وبعض اللقطات وفيديوهات من صناعه الالومنيوم او لرياض. مقاولة رياض، كنعتذر منكم على الصوت، انا راه انفاس مع المحل. كاين مول الكفته، مول الصوص، وديك السندويتشات والصوصيت. هنا طارق كيوري لكم المطابخ، صراحه كيحمق هادشي ما شاء الله، اللهم بارك، الله يعطيه الصحه هو والعمال ديالو. مسيره موفقه اخويا طارق، الله يوفقك، الله يوفق كل مسلم يا ربي، امين. في امان الله ورعايته مع بقيه الفيديو والصور. لكم رقم الاخ طارق تحت الفيديو، مرحبا بكم، اللي بغى شي حاجه يتصل بيه، غادي يجي عبر الويقاد. الصراحه وبصحه كل الناس اللي صايب لهم هاد المطابخ وهاد الاغراض، الف مبروك عليهم ما شاء الله، اللهم بارك بالصحه والراحه وطول العمر يا ربي، والله يبعد علينا وعليكم عين البشر وسرهم وسر الطريق. في امان الله ورعايته، وشكرا لكم دعمكم لنا وتشجيعكم لنا.
يا